معانا النهارده الدكتور عمرو شكري. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه راي حضرتك في الايفنت؟ طبعا ايفنت كويس جدا، بخلاف طبعا ده انتوا بتعملوا شغل كبير جدا. الشغل ده اصلا المفروض جهات كتير هي اللي بتعمله، بس انتوا اللي بتقوموا بيه، وده شيء كويس جدا. ده في حد ذاته بيكون نقطه انطلاق اصلا لاي حد اللويرز، اي حد الستودنت اصلا مهتمين بالليجل، ان هم دلوقتي في اكسس بوينت يقدر ان هو يستعين بيها، يقدر ان هو في حد ممكن يساعده في مجال اصلا شغله ممكن يشتغل فيه، في يحصل في الجديد موجود في في, في الماركتنج بتاع الليجل ووركس. ده كل ده انتوا بتقدموا حاجه كبيره جدا للمجتمع. احنا يمكن في سننا ما كناش بنلاقيين نفسنا، ساعات كتيره جدا بنبقى تايهين. انتوا قطعتوا نسبه 80% من نجاح اي حد شغال في الفيلد بتاعكم. تمام. كنت عايزه اعرف مدى اهميه السوشيال ميديا و عامة يعني وقناة زي لو تي في، يعني فادت في ايه؟ اللو تي في دي بتبقى على فكرة يعني برضو احنا بن بن بنقول دايما ما نبقاش احنا سنترلايزد، احنا بنعاوزين نبقى ديسنترلايزد. طبعا احنا عارفين ان كل most important اصلا events اصلا بيحصل في مصر بتكون في كايرو، بس طبعا احنا مش معنيين بس بالنسبه للشغالين في الفيلد بتاع القانون بالناس اللي ساكنين في كايرو. في عندنا ناس كتيره قوي في المحافظات، احنا عندنا اكتر من 28 محافظه، احنا عاوزين بنهتم بكل، احنا بنوصل لاي حد. فاي ما كنت انت فين احنا موجودين، بس حاول ان انت تقول انت محتاج ايه واحنا تلاقينا موجودين معاك، مونثلي ويكلي حتى ديلي ايفن، فاحنا موجودين معاك. فما تقلقش اي اصلا شيء انت متعلق بالموضوع بتاعك ومحتاج ان احنا ممكن نساعدك فيه. اللو تي في ويل بي اصلا مور فيري جود سبيشال اصلا شانل فور اتش وان اوف يو جايز. ميرسي بجد. طيب كنت عايز اعرف راي حضرتك وبتنصح الشباب بايه حديثي تخرج حقوق يعملوا ايه عشان يكونوا عندهم كفاءه ان هم ينزلوا سوق العمل. All the methods اصلا يعني المفهوم التقليدي للقوانين التقليديه المفروض ان احنا نبتدي ان احنا بقت اوت اوف ابديتنج دلوقتي. احنا في مجالات جديده للقانون دلوقتي، في قانون الانترنت الاشياء، في مسؤوليه مقدمين الخدمات، في التجاره الالكترونيه، في سايبر كرايمز، في دلوقتي الطب الشرعي الرقمي، في دلوقتي كل حاجه دلوقتي موجوده خاصه بالانترنت لازم يبقى ليها اصلا ليجل فريم ورك. انا من هنا من ممبر بتاعكم بقول لهم لا سوري، لازم تعمل اصلا تبقى سو انترستد في المواضيع السو انترستنج اللي انا قلتها قبل كده دي، لان هي دي المواضيع الاساس في مصر وهي دي اساس التقدم في اي دوله موجوده دلوقتي. بقول لكل الاجيال، لكل الستودنت، لكل الناس الجرادويت، ركز قوي على اللغه، حاول ان انت تكسب لغه واحده، معناه انت بقيت شخصين، تكسب لغتين كمان تبقى ثلاث اشخاص. حاول ان انت بعد ما تكسب اللغه دي شويه، انا مش عاوزك تبقى انت اصلا as a professor in language، انا عاوزك بس just ان انت how to read وان انت تعرف بالظبط الترمينولوجيز بتاعت اللغه، ومن هنا هتبتدي ان انت تعمل development اصلا الكاركترز بتاعتك. وانس ان انت عملت الموضوع ده كله بقت سهله قوي عندك، في الدنيا كلها مفتوحه، تقدر تخش على جوجل، ممكن تعمل ريسيرش، ممكن تتفرج على فيديوز، ممكن تعرف الجديد بالظبط، ممكن تعمل اناليسز للكيسز اللي موجوده على مستوى العالم كلها، وتجيب لنا افكار جديده وتجيبها لنا في مصر في المجتمع المصري اللي احنا محتاجينه، ومن خلالكم انتوا هيتم اصلا التطوير في المجال القانوني والقضائي. تمام، ميرسي جدا لحضرتك، شرفنا بحضرتك. ويلكم، وانا سعيد جدا ان انا معاكم على فكره. باي ذا واي، ثانك يو.